لوكال ميكس برا خوت شي واحد يفهمني، انا ما فهمتش والو، والله ما فهمت شي حاجه. واش الراب مغربي تبيراطا؟ شي واحد بيراطا ولا شي واحد لعب في البارامتر ديال الراب المغربي؟ شرحوا لينا اخوت، ما بقيتش فاهم والو، ما فهمتش والو انا والله، باقي ما فاهم والو. كنت خدام كومبوزي بواحد الانسترومونتال صافي شي شي جوج سوايع وانا خدام فيها، الساعه دابا راه 2:30 صافي. جيت قلبت التليفون بحال تلقى فاميليا اللي حاط راه كتكلاشي في بوز فلو. فهم فهم انت دابا، فهم الراب المغربي اش واقع فيه؟ فاميليا باينه ما تسرطاتش لها البلان ديال فاش كلاشها بوز، لا حاجه واحد تراك كلاشي في بوز، غندخلوا نسمعوا البلان. الله يبقى خوش بحالي بحالك ما فاهم والو. بداو الرياكشن ديالنا لوكال ميكس برا. التيتر ديال التراك بيكولو برود باي دالاس بيتش. اوكي بداو. هو هذا بيكولو بوز فلو مشرش دارت لي شوف دارت لي اللعيبه ديالو، يعني الارت وورك اللي حط ديال الطاق الطاق هنا، حيدات الراس اللي ديالها اللي كان هنا، وفي بلاصه الراس دارت لي بحال هكا بوز فلو مقطعي لي يديه رجليه. المهم هو كلقات لها مفرشخ من الاخر. اوكي نسمعوا البلان. 3 دقائق تراك ديال 3 تراك نيش ماشي فاميليا. راك شنو كاين معاك بوز؟ قلت لك شنو كاين؟ المهم ايتو بيتو راك وصلتي داك الشيء اللي كنا باغي نوصلو اصلا. كيفاش البلان ديال فاميليا طن طن؟ المهم ايتو بيتو راك وصلتي داك الشيء اللي كنا باغي نوصلو اصلا. راك وصلتي داك الشيء اللي كنا باغي نوصلو اصلا. بسم الراب بسم الراب جاي نفني خروف. عيب صيفة كي كريتيكي في الزين وحروف اشتاك. عيب صيفة كي كريتيكي في الزين والحروف بعد داكي عارف يا هي. مهم بلا راكم عارفين شنو كتقصد هي. نايس نايس الانترو تا داخل واحد الانترو زوين. الناس ريفيو قاع ما بنتي برو اشتاك النيفية وزيف وانت اطيبرو غي انت وراسك عايش تانا قبلو قود كابا ماشي ديالك بنتي حاق تخلي الفاميلا ابار بلا خاطرك تشوف المرفوغات انت بابا انا الفي. دابا هي المشكلة، المشكلة شاد عليه دواسة قوة ريفيوات اللي دارت عليه شاد عليه الدواسة. كريتيكي في الزين وحروف اشتاك الناس ريفيو قاع ما بنتي برو اشتاك النيفية وزيف وانت اطيبرو اش داك الناس الريفيو ما بنتيش برو اش داك كلاشي. وهاد الهضره كنت قلتها انا في الرياكشن اللي درت على بوز فلو فاش كلاشا فاميلي قلت ما كنتيش كلاشيها، ما جاتش ما جاش انك كلاشيها بنتي حكار. قالت لي اش داك الناس الريفيو ما بنتي برو غير انت وراسك عايش تانا قبلو قود كابا ماشي ديالك بنتي حاق تخلي الفاميلا ابار بلا. اه قالت لي بنتي حاق تخلي الفاميلا ابار. عجبتي لها راجلها وجبتي لها ولدها وجبتي لها نايس. حتى انا حسيت بيه ضرها ضرها في ذاك البلان حيت اي واحد غيضر صراحه. سيرتو هي دريريه كتدبر لها راسها وهادي اشتاك النيفيه والزيف وانت اطيبرو غير انت وراسك عايش تانا قبلو قود كابا ماشي ديالك بنتي حاق تخلي الفاميلا ابار بلا خاطرك تشوف المرفوغات نتا بابا انا الفني هنا ما كتبش موت على يد الروابا. انا قلت لك شاد عليه دوازا قلت لي بلا خاطرك تشوف المورفي غتنطق بابا حيت كلشي تقول لي راه بوز ود المورفي بلان شي ملي كيكون شي واحد شاد عليك دوازا صعيبه صعيبه. البارح بالي داني اليوم كيقول لي تصديت ولا حيت البارح معاك واليوم عليك تصديت انا اللي البارح بالي داني واليوم قال لي تصديت حيت البارح كنت معاك واليوم ضدك حيت المعمى كاع ملوم كلا تعطيت والسحت كتهزو طاغيه فين ما تحطيت طلعتي عارف عليا اكثر من اللي عارفه عليك فان باباراتي قصتي ملاك الموت برجليك شنيا عرفتي حتى النيفو دو ميكساج طايح شويه خصني نركز مزيان في كلمات ملوم كلا تعطيت والسحت كتهزو طاغيه فين ما تحطيت والسحت والساعه كتهزو طاغيه فين ما تحطيت زعما الا جيت لعبت في الساحه ديالك في الدومين ديالك راه غنطغى عليك طلعتي عارف عليا اكثر من اللي عارفه عليك فان باباراتي قصتي ملاك الموت برجليك طلعتي عارف عليا حيت دابا جبد لها شي دواسه ديال لا فامي ديالها قالت لي طلعتي عارف عليا اكثر من انا كنت عارف على لي فان قصي مالك الموج بيديك زيد كيتفكو شي الا بالشمه سطات بلي قبل حال فين هزيت البيك ما محتاجاش لي يكتب لي تم سخوطه فاميليا والله تم سخوطه بالله لكن الموت برجليك كيتفكو شي الا بالشمه سطات بلي قبل حال فين هزيت البيك ما محتاجاش لي يكتب لي
الله تنعاود تسطر هذا سي مالك الموت برجليك عيش كي تفكوشي الا بالشمه سطات بليك قبل حالفين هزيت البيك ما محتاجاش ليك تبليك شكيت في كل شيء الا بساطه بشمه النفش بليك بلان كنتي علاص كثر من الامازيغ وجبال الريف هذا قال لك دار راه فلوس ما دارش للربح كتبتي على راسك كثر من الامازيغ وجبال الريف بك شهرية أدرنا بك الريح أرى وكان مسح الدموع وصيفت لي النمرة الريح مسقوطة والله يتم مسقوطة وعق الله والله يتم عاوده بالله كنتي علاص كثر من الامازيغ وجبال الريف هذا قال لك دار راه فلوس ما دارش للربح درا بك الشهرية أدرنا بك الريح أرى وكان مسح الدموع وصيفت لي النمرة الريح والله يتم مسقوطة وعق الله شنو قد والله شي الكلاش ديال الفاميليا والله حتى احسن من الكلاش ديال سمول اكس وحسن من الكلاش ديال دوليبرا القصوحيه السيلو حار السيلو عندها حار قالت لي درنا بك الشهريه اش من شهريه درنا بك فضحتينا صيفط لينا اخويا الريب ديالك ومسح هذوك الدموع حنا نصيفطوا لك ديك الشهريه اسكت فضحتينا ساليها في الزمان برك سالها حدراف علاش تلومني انا لو ماشي لك اللي طلع حتراف ديري بوز شو قالي وماشي راب ما كترابيش اصاحبي وكدير غير ريفيو هي ماشي رابوز عرفتي واش كلاشيك بحال هذا الكلاش هذا واو 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 عرفتي ناري الرواب غيتبوردو عليك معلم شليكت بليك كنتي علاص كثر من الامازيغ وجبال الريف هذا قال لك دار راه فلوس ما دارش للربح درا بك الشهريه ادرنا بك الريح ارا وكان مسح الدموع وصيفط لي النمره ديال الريف غتساليها في الزمان راه كيسالها حدراف علاش تلومني انا ناري غتسالي في زمان مرة كيسالي أحد راب غدير لك فان بغات تقول لك زعما غدير لك فان كارير عرفتي شنو ما عجبنيش مني كلاشا ولكن دابا فرحت حيت كلاشا باش شوف اختي رجعي ادخلي الراب ادخلي نيت راك ترابي احسن من الشرواب عندنا في المغرب انا لو ماشي لك اللي طلع احتراف غير حيت ديجا عطيت الشابو غادي ليك الخاطر انا نوض ندير ريفيو ونقول لهم راه نكتب بزاف كنشوف واو 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 جعطيت الشابو غادي ليك الخاطر انا نوض ندير ريفيو ونقول لهم راه نكتب بزاف كنشوف بعيني المهيدو كي بوست كي بوشعيب بطل على كلشي ما على هاد النيه صعيب ماشي والله حتى كتكتب والله حتى كتكتب نريك شحاقرك اختي كشحاقرك كنت حاقرك اختي والله اسمحي لي والله ملي قلت لي حقرتي عليها الساعه تشي لي حق ونريد عرشي جوج الليل دابا جوج الوصل معر ثلاثة الليل دابا عرشي ياتك شباغي نعس صافي تفايت كشغل باغي تفايت البيسي يلا كنت نضرب شطلة في اليوتيوب شوف شنو الجديد يتلاح كنلقى فاميليا يلي برود بعد البرود نادي البرود بوس كي بوشعيب بطل على كلشي ما على هاد النية صعيب ماشي حيت دار عندك كلشي انت قبل هاد الراب فكرك حنا في المغرب باط السروال وجراب وقلتها بصح ماشي حيت دار عليك كلشي انت قبل الراب راه قلت لك انت اللي جبتيهم ماشي جاوا داروا لك كاع الروابا داروا بداو كلاشيو فيك حيت قلتي حيت انت قبل راه ماشي حيت قبل هاي قالتها لك انت شناهي قدرت على انتاج الفيلم ما غيدهشرنيش عارفه فين عندك الناقص غير ما بغيتش نحطنيش عارفه تقاد عليك المداد وعارفه طار عليك الريش وعارفه زندو انا تصدمت والله جات تصدمت بالله وشوفوا خو التكنيك اللي لعبات فيه مع الـ 808 اللي كيضربوا شوفوا التكنيك كي دارت لي ما غيدهشرنيش عارفه فين عندك الناقص غير ما بغيتش نحطنيش عارفه تقاد عليك المداد وعارفه طار عليك الريش وعارفه زندوك تا النهار الحرب وهرب عليك الجيش قلتي غندوزها بريبيو كي اللي دازو قبلي وكاع على طرت وجهك كلاشيك بالحطه وجبلي جرع عليا عشيك خوت فاميليا واش هي اللي كاتبه ولا ماشي هي اللي كاتبه هذا سؤال كنطرحو انا حيت هاد الكتابه ديال الرابر خوت كنقول لكم اللي كاين هاد الكتابه ديال الراب تكنيك عادي واخا نقولوا تكنيك ديال وحده ماشي رابوره ولكن راك ترابي احسن من الروابا شحال من كلاش دابا سمعتو ضد بوز من غير كلاش ديال سكورب حيت سكورب انا قلت بوز لا بغى يبين راسو في الكلاش يجاوب سكورب حيت سكورب نيفو طالع هربان اما الكلاش ديال سمول وكلاش ديال دولي بران راه لا ما كلاشاش ما والو من الاخر راه هاد الكلاش احسن منه
جيشة قلتي غندوز هبري بيو كلي دازو قبلي وقاع لا درتو جوك نكلاشيك بالحطة وجبلي جرع لي عشيرك توصل الهدران بلي جريتو وقاع البيع قلب فوقا في دو تراسي تحبلي قاسو الفيستام الشخصية مرة عليا تيسمعو خارج من ودنو الفوار طنجية هكا تيستراك صالح للروقي والروقية راقع ما جيت نكلاشيك بالقميجة فوق الفوقية طعتي عطاي قد بيها لاش تخبى فيا ماجيش قلت لي ماجيش نكلاشيك بهذاك الشيء ديال الجبال باش كلاشوك الروابا الاولي انت في الله انت عايش في الجبال انت هادي جيت نكلاشيك في الدومين ديالك في الساحه ديالك وفريمو كلاشاتو بالكتابه كلاشاتو بالراب الخوت من الاخر واخا انا واخذ موقف من هادشي كامل صراحه حيت بوز حط راسو في هاد الموقف وما كانش اصلا نكلاشيها ولكن مني جاوبات بالطريقه هادي راه كان خاصو كلاشيها صافي من الاخر صالح للروقي والروقية راقع ما جيت نكلاشيك بالقميجة فوق الفوقية طعتي عطاي قد بيها لاش تخبى فيا ربيتي عمر وما جبتي لنا ثقة فيا ماشي حق داغي أنشطة ترفيهية شاركنا الأول بالثاني الجمهور صحة والعافية ناري كنت خايل دابا عرفتي لي فان ديال بوس ولا كيتكلاشا مع دري وماشي كتر ماشي رابوز بوس كلاشا مع وحدة ماشي رابوز ودابا المشكلة أي واللي بان ليهم بحال عارفين داك اللي كيبدا يتناقر مع العيالات شي واحد مراوي كتكون كيبدا يتعاير هو ومرا في الزنقة ولا في شي بلاصة المهم كيتعاير مع المرا راه هذا الشيء اللي وقع البوست دابا المشكلة جاوب مشكل ما جاوبش راه مشكل يلا دابا تخيل معايا البلان دابا نتوما بوز ما جاوبش شنو غايقولوا غايقولوا راه محناتو في البيف جاوبها غايقولوا راه خدماتو بوز ولا كتكلاشا مع فاميليا شوفوا على بلان كيدير دابا قلت لي واش اللي كيلعب مع الوليات اللي كيدخل الحمام العيالات اللي كيدخل سوق العيالات كيوقع عليه بحال دوك واحد الفيلم مغربي شحال ديال قرد ديال من كاع ديال عيشة الدويبة واقيلا ديال واحد بغى يدخل سوق العيالات بغى يتعلم كي ينسى ساعة عراو بوز ساعة عندك الزهر شاف الارتورك عنده الزهر ما حيداتش ليه السروال صراحة عنده الزهر ما حيداتش ليه السروال حشمات من اللي فان ديالو صار ناري على بلان ناري خيب صراحة ما عمر شي رابور في المغرب وقع لي هذا البلان عمر شي واحد في المغرب وقع لي هذا البلان صراحة شو جماجو ري بوز مشكلة والله تبو مشكلة عارشي انا راه بديوش عليا اليوم في هذا الرياكشن وطرحت شي حاجة كتشوك رم الله ودبا تخيل انت ما عارت رابور ناضت وحدة عمر غنة الراب تكلاشيك وبدلا كاليتين راه مشكله والله حتى مشكله ودي خليها على الله قلت لك شي واحد لعب في البارامتر ديال الراب وشي واحد ولا ما عرفت كراكا ولا ما عرفت لحلي شي فيروس ما بقينا فاهمين والو في الراب المغربي حنا صراحه عمري شفت اوبي كامل كيدوز كلاشات عمري شفت شي رابر كيكلاشي وحده كدير ريفيو عمري شفت شي وحده كدير ريفيو كتكلاشي في رابر مغربي واش غنقول لكم الله يدي ما خلقوا صافي هادشي اللي كاين كانت هادي الرياكشن ديالنا على ونري كانت هادي الرياكشن ديالنا على بيكولو تراك ديال فاميليا كلاش بوز فلو اتمنى تكون عجباتكم كما عجبنا انا كلاش اللي كنتي اول مره كنتي عندنا على اليوتيوب ما تنساش انك تضغط زر الاعجاب تشترك القناه تفعل الجرس وتشترك معنا ما تنساش انك تضغط زر الاعجاب باش خلينا واحد كومونتير شكرا لكم على حسن المتابعه نتلاقاو في شي تضيه اخرى ان شاء الله